انتي قاعدة ليش ما منضيفك؟ في ضيافة، خليني اطلب لك كاسة شاي مع الضيافة، شو رأيك؟ المدام ما رح تشرب حتى كاسة مي اذا ما تمت الصفقة، والشاي اكيد ما رح تشربه، هيك طبيعة المدام. ايه اكيد. طيب مدام، كان قصدي مدام بيرلا، قليلي شو اللي جابك على بيتنا المتواضع يلي مانو من قيمتك؟ انا حبيت مطعمكم من جوات قلبي. كيف؟ المطعم؟ حابة أخده فوراً اليوم وقبل الكل. كيف؟ أنا مستعدة كرمال إنقذكم إني أدفع 70 مليون روبية. كرمال هالخرابة رح تدفعي 70 مليون؟ أنا على فكرة وبكل صراحة رح أقدر حول التراب لذهب. هالحكي مو من عندي، تجربتي بتأكد هالشي. وافقي على المصاري وأنا بعرف كيف طالعون. ماشي. هاي 1 مليون روبية دفعة، وباقي المبلغ لنخلص المعاملات. المحامي تبعي رح يتواصل معكم. ايه اكيد اكيد اكيد. 1 مليون شي كتير حلو. واخيرا يا سارو، ما رح تاكلي من المحلات اللي بالشوارع، ورح صير اكل من محلات بيرلا للحلويات. بعتقد إنه في سوء تفاهم بيناتنا. هذا المطعم هو تعب عمي كل هالسنين، وحلمه الكبير اللي تعب عليه كتير لحتى وصلوا لهي المرحلة، وهذا ماله للبيع أبداً. لا تؤاخذينا، العالم مستعد تبيع روحها كرمال المال، بس أنتي بدك تنقذي حلمكن وما تبيعي؟ الأحلام ما بتتقدر بتمن. مو بس الأحلام، حتى الأشخاص كمان إلى ثمن. لازم الواحد يدفع السعر المناسب. 72 مليون. إيجي قبل ما يتوفى كتب ملكية المطعم باسم بنته الوحيدة جودان.